السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة، ودرس جديد وحلقة جديدة من مادة إدارة المشروعات لشعبة إدارة في التعليم التجاري. الحلقة اللي فاتت تكلمنا على بعض الأسئلة المهمة في النظري. طبعا الطلبة، انا عايز بس اديك فكرة عن شكل امتحان ادارة المشروعات. احنا امتحان ادارة المشروعات بيجي جزء كبير منه جزء عملي. يعني ايه عملي؟ يعني مسائل على الحالات اللي عندنا. طيب المسائل دي بتيجي على ايه؟ المسائل دي بتيجي على بعض الحالات اللي موجودة عندنا في المنهج. جزء كبير من الامتحان بيجي عملي. فاحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا بجزء نظري، الحلقة دي ان شاء الله هنبدأ مقدمة نظري هنوضح فيها بعض الحاجات المهمة، بعد كده نخش مع بعض في بعض او اهم الحالات العملية اللي معانا في المنهج. طبعا الحلقة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها في طلبة كتير جدا اتفاعلوا معانا وبدأ يسألوا على حاجات، وده اللي احنا عايزينه. احنا النهاردة بإذن الله هنقول اسامي الطلبة كمان اللي اتفاعلت معانا، وفي اخر الحلقة هندي مسائل على المشروعات، ونوعدكم اللي هيتوصل لحل المسائل دي هنقول اسمه معانا هنا ومدرسته كمان. طيب احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في ادارة المشروعات، اتكلمنا على ايه هو المشروع. المشروع ده احنا كده هنراجع جزء نظري وبعد كده ندخل في الجزء العملي ان شاء الله. المشروع عبارة عن ايه؟ هو نشاط تستخدم فيه الموارد. هو نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من اجله الاموال. انا لما عاوز اعمل مشروع محتاج حاجتين، محتاج موارد ومحتاج اموال. بس خلي بالك وخلي بالك انا بقول ايه، تستخدم فيه. الا تستخدم، هل اللي هتستخدم الموارد ولا الاموال؟ برافو عليكم، اللي هتستخدم الموارد. يبقى هو نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من اجله الاموال، يعني بصرف عشانه الاموال، والاموال دي اسمها تكاليف. يبقى هو نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من اجله الاموال. طب انا ليه بستخدم موارد وليه بنفق اموال؟ انا سامع حد بيقول عشان اكسب، بس مش هنقول كده، هنقول بقى ايه، من اجل الحصول على منافع او عوائد متوقعه. طب ليه قلنا متوقعه؟ لان طبعا المشروع معرض ان هو يا اما يحقق لي خساره او يحقق لي ربح، فعشان كده قلنا متوقع، لان المشروع ده حاجه في المستقبل، فدايما المستقبل متوقع في فتره زمنيه معينه، ودي بنسميها عمر المشروع. يبقى خلي بالك تعريف المشروع ايه؟ هو نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من اجله، برافو عليكم، الاموال من اجل الحصول على منافع او عوائد في فتره زمنيه معينة. ده كان تعريف المشروع. اتكلمنا برضو على دراسات الجدوى الاقتصادية. خلي بالك وخلي بالك، دراسة الجدوى الاقتصادية بتنقسم الى نوعين، دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى التفصيلية. ايه الفرق بينهم؟ دراسة الجدوى المبدئية دي دراسة اولية استكشافية هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل. دي دراسة كل مشكلتها ان هي تشوف لي في مشاكل في المشروع ولا لا، هل في مشكله هتعوق المشروع. طبعا لو قالت لك ان في مشكله تعوق المشروع خلاص يبقى ما فيش مشروع. طيب اتاكدت ان ما فيش مشاكل تعوق المشروع، هضطر انقل على الدراسه الثانيه اللي هي الدراسه ايه؟ التفصيليه. يعني معنى كده ان انا ببدا بالدراسه المبدئيه وبعدها الدراسه التفصيليه. عشان كده بنقول ايه؟ الدراسه المبدئيه تسبق الدراسة التفصيلية، او اعكس الجملة، الدراسة التفصيلية تلي يعني تيجي بعدها، تلي الدراسة المبدئية. طب ايه هي الدراسة التفصيلية دي؟ دي دراسة كاملة عن المشروع توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية، يعني بتدرس جميع جوانب المشروع. طيب بتتكون من ايه الدراسة التفصيلية؟ بتتكون من اللي احنا هنقول عليه، واحد الدراسة التسويقية، اتنين الدراسة الفنية، تلاتة الدراسة التمويلية، اربعة
مرحلة التقييم سواء كان اقتصادي او اجتماعي. حد هيقول لي هو انا لما اجي اعرفهم اعرفهم بالترتيب؟ طبعا لازم بالترتيب لسبب، لان احنا بنبدأ بالدراسة التسويقية اللي هي دراسة الطلب على منتجات المشروع. بعد كده باخد المعلومات اللي جمعتها في الدراسة التسويقية واديها لمين؟ برافو عليكم، للدراسة الفنية. الدراسة الفنية دي في دراستين تانيين مستنيينها، مستنيين المعلومات اللي جايين منها، اللي هي الدراسة التمويلية والتقييم. يعني معنى كده ان لازم يبقوا بالترتيب. يبقى احنا عندنا دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية. الدراسة التسويقية دي دراسة، خلي بالك وخلي بالك، هي دراسة هدفها ايه؟ دراسة الطلب على منتجات المشروع. يعني انا بدرس المنتج بتاعي اين يباع وكيف يباع ولماذا يباع. الاجابات دي كلها بدرسها، بدرس السوق، بدرس العرض، بدرس الطلب، العوامل المحددة لعرض السلعة بتاعتي، العوامل المحددة للطلب على السلعة بتاعتي. هل تمن السلعة بتاعتي هيأثر في الكمية المطلوبة؟ هيأثر في الكمية المعروضة؟ كل الاجابات دي بتجمعها الدراسة التسويقية. معنى كده حاجة مهمة جدا، ان الدراسة التسويقية ليس لها علاقة ولا بتدفقات نقدية داخلة ولا خارجة. امال ايه هدفها؟ دراسة الطلب على منتجات المشروع. ولما نيجي نعمل دراسة تسويقية بنعمل حاجة اسمها المزيج التسويقي. ايه المزيج التسويقي؟ وده جزء مهم وبيجي عليه على طول اسئلة في الامتحان. المزيج التسويقي عبارة عن اربع حاجات. مزيج تسويقي عبارة عن المنتج، وايه كمان؟ والسعر، والتوزيع، والترويج. ده عناصر المزيج الترويجي التسويقي. اما عناصر المزيج التسويقي الترويجي خمسة: الاعلان، النشر والاشهار، البيع الشخصي، العلاقات العامة، وتنشيط المبيعات. طبعا هو بيجي بقى يسأل يقول لك ايه الاعلان من عناصر المزيج التسويقي؟ اقول له لا، خطأ. الاعلان من عناصر المزيج الترويجي. المنتج من عناصر المزيج الترويجي؟ اقول له لا، خطأ. المنتج من عناصر المزيج التسويقي. طب ده الجزء النظري، اللي في كل حصه ان شاء الله في المراجعه هراجع اخد جزء نظري وناخد معاه جزء عملي. تعالى وتعالي معايا نشوف النهارده. بس قبل ما تيجي حضر الورقه والقلم، لان هناخد مسائل مهمه جدا، فيا ريت تستعدوا معانا عشان تبتدي تحلي. المسائل بتيجي بكذا طريقه. النهارده ان شاء الله نحاول نغطي جزء كبير من المسائل اللي ممكن تيجي والافكار اللي ممكن تجيلك وتجيلك في الامتحان. تعال نبص مع بعض على النهارده باذن الله عندنا ايه. عندنا النهارده مراجعه عامه على اداره المشروعات. السؤال الاول بيقول اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس، وده شكل من الاسئله المتكرره. بس خلي بالك ده بيجيب لك عملي ما بين الاقواس عشان تاخد الدرجه كامله. حل المساله. نشوف اول سؤال بيقول ايه. اذا كانت تكلفه الوحده 3 جنيه ونسبة الإضافة 25%، فيكون سعر البيع هل هو 3.5؟ هل هو 3.75 جنيه؟ هل هو 4.75 جنيه؟ طبعا قبل ما نجاوب على السؤال ده في حاجة مهمة جدا. هو يعني إيه نسبة إضافة؟ إيه نسبة الإضافة دي؟ نسبة الإضافة دي النسبة اللي المنتج بيضيفها على سعر التكلفة. لا نفهم بقى، يبقى هنمسك بقى الورقه والقلم وهبتدي اشرح لك يعني ايه نسبه الاضافه ويعني ايه سعر البيع قبل ما نجيب سعر البيع المتوقع. خليك معايا كده. احنا دلوقتي بنقول اي سلعه عندنا ليها حاجه اسمها سعر البيع. سعر البيع يعني ايه سعر البيع؟ يعني لو بشتري حاجه قال لي سعر البيع 5، طيب هل سعر البيع ده اللي بيتباع بيها السلعه واقف على الراجل اللي بيبيع السلعه ده بنفس الثمن؟ لا اكيد اقل. اقل دي يعني واقفه ب 3 جنيه، ده اسمه سعر التكلفه. طيب لما يكون سعر البيع 5 والتكلفه 3، الراجل ده حقق ربح قد ايه؟ برافو عليكم، حقق ربح 2 جنيه. الربح ده بقى اسميه نسبه الاضافه. طيب من اللي احنا عملناه ده مين اللي بيحط النسبه دي؟ واحد اسمه المنتج. المنتج ده بيزود
نسبة الإضافة أهي بيزودها على، برافو عليكو، على سعر التكلفة ده عشان يعمل إيه؟ يحقق ربح معقول. يبقى احنا عندنا لازم نفهم المسميات الأول، سعر البيع لازم يكون أكبر من سعر التكلفة. سعر التكلفة لو جمعته على سعر على نسبة الإضافة هيديك سعر البيع. طيب المسألة بقى اللي كانت قدامنا بتقول إيه؟ بتقول سلعة تكلفتها 3 جنيه ونسبة الإضافة 25%. أنا أقول له إيه بقى؟ هقول له كده، سعر البيع المتوقع بيساوي، واخد التلاتة جنيه اللي هي التكلفة، تلاتة في 125 على 100 بتساوي 3 جنيه 75. طيب حد بقى من اللي شايفين هيقول لي يا مستر دلوقتي انت بتقول النسبة في المسألة 25، ليه كتبت 125؟ هقول لك ليه. هو الراجل ده عايز يكسب كام؟ عايز يكسب 25%. منين؟ من التكلفة، والتكلفة تمثل له أي حاجة كاملة تمثل نسبة 100%. يعني هو عايز يكسب فوق 100% 25. عشان كده لما يجي لك أي نسبة ضيف عليها 100 وقول 3 في 125 على 100. طب افرض قال لك نسبة الإضافة 30، قول له 3 في 130 على 100. قال لك 40، قول له 3 في 140 على 100. يبقى اي نسبة بيجيبها لي بضيف عليها 100 اللي هي التكلفة واضربها يديني 3 جنيه. طبعا التمييز عندنا مهم، التمييز جنيه. يبقى في المسألة اللي قدامنا دي سعر البيع المتوقع 3 جنيه 75. طب يا مستر مفيش طريقة تانية للحل؟ عشان لو جت لي بطريقة تانية، في طريقة تانية، هقول لك طريقة تانية، اعلم لك طريقة تانية وحل باللي حل بالطريقة الاسهل لك. ان كل اللي كان بيشوفنا قال طب ما انا اقول ممكن، بس انا هقول هنا 3 في 25% اللي هو النسبة اللي قالها، تمام انا معاك، بتساوي 75. بس هنا مش هقول سعر البيع بقى، اللي انت جبته ده مش سعر البيع، امال ده ايه؟ برافو عليكم، ده حاجة اسمها هامش الربح. طيب لما يكون هامش الربح 75 اللي هي نسبة الاضافة والتكلفة اللي مديها لك 3 جنيه، تعرف تجيب بقى سعر البيع؟ برافو عليك، هتقول سعر البيع بيساوي التلاتة زائد الخمسة وسبعين بيساوي 3 جنيه 75. يبقى انت عندك الطريقة دي والطريقة دي، حل بدي وحل بدي. اللي مش متابعنا ركز معايا، هحل لك المسألة بالطريقتين في نفس الوقت اهو. لو انت هتحل بالطريقة الاولانية، انت عندك هنا نسبة الاضافة للمنتج ضيفة 25%، تكلفة الوحدة 3 جنيه. لو هتحل بالطريقة الاولانية هتقول كده، سعر البيع المتوقع بيساوي التلاتة في 25 وزود عليهم 100 بتساوي 3 جنيه 75. دي طريقة. هتشتغل بالطريقة التانية، هتقول نسبة الإضافة أو هامش الربح بتاعك، هامش الربح بيساوي هتضرب التلاتة في 25 على 100 هيديك 75. اللي انت جبته ده هامش الربح، هامش الربح تزوده على التكلفة هيديك سعر البيع. يعني هتقول له سعر البيع بيساوي التكلفة عندك 3 جنيه زائد الخمسة وسبعين، يبقى هنا 3 جنيه 75. يبقى انت تحل بالطريقة دي وتحل بالطريقة دي. بس في نقطة عايز اوضحها لك، احنا بنحل بدي او دي زي دي طريقة الكتاب ودي طريقة بنحل بيها، بس في نقطة هنا عايزين نوضحها. خلي بالك عشان تعرف الاسامي، انت لما تضرب 3 في 25 على 100 فهنا بيديك ايه؟ برافو عليك، هامش الربح او صافي الربح. طب احنا بنقول كده ليه؟ عشان ما يضحكش علينا في الامتحان. ازاي؟ يجي يقول لك ايه، خد بالك بقى من اللي انا هقوله لك ده، اذا كانت تكلفة الوحدة 4 جنيه، تكلفة الوحدة كام؟ 4 جنيه، ونسبة الإضافة 25%، وجايب لك اختيارات، بس خلي بالك هو طالب ايه، فيكون هامش
الربح. خلي بالك هو مش طالب سعر البيع، ده طالب هامش الايه؟ الربح. وجايب لك اختيارات، هل هو جنيه؟ هل هو 5 جنيه؟ هل هو 6 جنيه؟ المستر قال عشان اجيب هامش الربح بقول الاربعة في 25 على 100 تديك كام؟ 1 جنيه. يبقى الاختيار هنا جنيه. ليه هنا ما جبناش سعر البيع؟ لانه ما طلبش سعر البيع، هو بيكون هامش الربح. هامش الربح هنا اللي هو هضرب الاربعة في النسبة هيديني جنيه. نخلي بالنا من اسئلة المشروعات، فهمنا ديت؟ طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده عندنا بيقول ايه؟ طبعا هنا الاجابة بنقول نسبة الاضافة هي نسبة بيضيفها المنتج على تكلفة الوحدة من السلعة. طب تعال نشوف السؤال التاني. المشروع عندما يكون معدل العائد 9% وسعر الفايدة 8%، هل يقبل او يرفض؟ خلي بالك بقى وخلي بالك. بص انا لو معايا مبلغ اهو، المبلغ ده 100,000 جنيه، قدامي طريقين، يا اما احط الفلوس دي في بنك يا اما اعمل بيهم مشروع. تمام، يبقى لو احطهم في بنك اعمل بيهم ايه؟ مشروع. طب البنك هيديك ايه؟ برافو، هيديك فايده. طب المشروع هيديني عائد استثمار، بنسميه معدل عائد استثمار. يبقى تاني، البنك بيديك ايه؟ فايده، والمشروع بيديك ايه؟ معدل عائد استثمار. فين السؤال يا مستر؟ هقول لك فين السؤال. لو انت قدامك استثمار لل 100,000 جنيه، البنك هيديك فايده 9%، المشروع هيعمل لك عائد 12%، هل المشروع هنا يقبل او يرفض؟ طيب ايه المعيار اللي هقيس عليه؟ ببساطه كده، انت البنك هيديك 9 والمشروع هيديك كام؟ 12. مين الاكتر يا شباب؟ المشروع الاكتر. في الحاله دي يقبل المشروع، المشروع هنا يقبل. ابنى ليه؟ لان معدل عائد الاستثمار اعلى من سعر الفايدة السائد في السوق اللي هو سعر البنك يعني. طيب ما هو بالتالي بقى لو البنك ده هيديك 15 والعائد هنا 10، هل المشروع يقبل ولا يرفض؟ بص المعيار، إذ البنك هيديك كام؟ 15، والمشروع هيديك كام؟ 10. لا ده انا احط فلوس احسن في البنك. بس في الحالة دي قبل المشروع ولا رفضه؟ لا، يرفض المشروع. طب المعيار ايه بقى؟ المعيار عندي اذا كان معدل عائد المشروع اكبر من سعر الفايدة السائد في السوق يقبل المشروع. اما اذا كان معدل عائد الاستثمار اقل من سعر الفايدة السائد في السوق يرفض المشروع. النقطة دي مهمة تاني وبتيجي على طول في الامتحانات. هو بيقول لك ايه؟ معدل الفايدة السائد في السوق 9% ومعدل عائد الاستثمار 10%. قبل ما اجاوب، هو ايه الفايدة وايه عائد الاستثمار؟ الفايدة بتاعت البنك، اما عائد الاستثمار بتاع المشروع. فالقاعدة عندي بتقول اذا كان معدل عائد الاستثمار اكبر من، يعني يزيد عن سعر الفايدة السائد في السوق، يقبل المشروع. اما اذا كان معدل عائد الاستثمار اقل من سعر الفايدة اللي في السوق يرفض المشروع. برضو يعني ايه برضو؟ ببساطة كده، معاك فلوس، فلوس حطيتها في البنك، لو عملت بقى مشروع هتجيب لك اقل، لا انا هسيبها في البنك، يبقى ارفض المشروع. معاك فلوس، لو عملت بقى مشروع هتجيب لك فلوس اكتر من البنك، لا ده انا اقبل المشروع. يبقى ده المعيار بتاعي. يبقى لو جينا هنا قال لك تاني، لو قال لك هنا يقبل ولا يرفض، حتى من غير ارقام، يعني ممكن يجيبها لي من غير ارقام، يقول لك ايه؟ اذا كان معدل عائد الاستثمار اكبر من معدل سعر الفايده، يقبل ولا يرفض المشروع؟ انت تفكر بقى، عائد الاستثمار ده بتاع المشروع، والفايده ده لا، ده العائد الاستثمار اكتر، لا يقبل المشروع. ولو عكسها، اذا كان معدل عائد الاستثمار اقل من سعر الفايده السائد في السوق، يقبل ولا يرفض؟
افكر برضو. ادي نفسك وقت في الامتحان تفكر. هقول ايه؟ بص، الدرجه ليها ثمن، الدرجه دي ممكن تخليك تخش الكليه اللي انت عايزها. طيب تاني، اذا كان معدل الفائده في السوق اعلى من عائد المشروع يرفض المشروع، يبقى النقطه دي مهمه واتكلمنا فيها. طيب تعال نشوف السؤال التاني بيقول ايه. طرح مشروع 2000 سند، القيمة الاسمية للسند 100 جنيه لمدة 10 سنوات والفائدة الموزعة 18000 جنيه، المطلوب اصل القرض وتكلفة الاقتراض قبل الضريبة. طيب الاول خليك معايا كده، هو يعني ايه تكلفة الاقتراض؟ المصطلح ده مهم جدا، هي الحد الادنى من معدل العائد الذي يجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة بالاقتراض. هقوله تاني، هي الحد الأدنى من معدل العائد الذي يجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة بالاقتراض. لا يا مستر التعريف ده صعب، ممكن تفهمه لنا أكتر؟ أفهمه لك أكتر. دلوقتي أنا باخد قرض من البنك عشان أحطه في المشروع عندي، القرض ده يا اما همول بيه اصل ثابت او اصل متداول. هو بقى يقصد يقول ايه؟ لما تاخد قرض من البنك طبعا القرض ده تدفع له ايه؟ فايده. تكلفه الاقتراض بقى معناها ايه؟ ان انت لما تاخد الفلوس دي من البنك، هنفترض ان انت تشتري بيها اله، الاله دي هتجيب لك عائد، العائد ده على الاقل على الاقل يغطي الفايده بتاعه البنك. تاني احنا بنقول يعني ايه تكلفه الاقتراض؟ هي الحد الادنى، الحد الادنى يعني ايه؟ اقل حاجه من العائد الواجب تحقيقه في الاستثمارات المموله بالقروض. يعني ايه؟ يعني لو انت هتاخد قرض والقرض ده هتمول بيه استثمار، المفروض القرض ده يجيب لك فايده، يجيب لك فايده، الفايده اللي انت هتدفعها للبنك، التمويل اللي انت عملته ده يجيب لك عائد تغطي بيه فايده القرض، وده اقل حاجه. ندي مثال بسيط كده، انا رحت دلوقتي اشتريت تاكس وخدت قرض من البنك 100000 جنيه والبنك قال لي هتدفع كل شهر 10000 جنيه، تمام؟ ال 100000 جنيه دول اللي انا جبت بيهم المشروع بتاعي، على الاقل اقل حاجه ده كده التاكس ده ممول بقرض، على الاقل يجيب لي ال 10000 كل شهر عشان اقدر اسدد البنك، لان لو ما عملش كده يبقى انا كده بخسر. عشان كده بنقول تكلفه الاقتراض. يعني ايه تكلفه الاقتراض؟ تكلفه الاقتراض هي الحد الادنى، الادنى يعني اقل حاجه، الواجب تحقيقه من الاموال على الاصول المموله بالقرض. طيب بنحسب تكلفه الاقتراض ازاي؟ بجيبها ازاي تكلفه الاقتراض؟ هشرح لك ببساطه الاول كده يعني ايه تكلفه الاقتراض، وبعد كده هنحل المساله اللي قدامنا. دلوقتي انا لو رحت للبنك وقلت له يا بنك لو سمحت انا عايز اقترض منك 100000 جنيه، اهو عايز اقترض كام؟ 100000 جنيه، ده اسمه ايه؟ برافو عليكم، اسمه قرض، او احنا بقى خلاص كده نقول له اسمه الصح اصل القرض، تمام؟ قام البنك قال لي ايه؟ ماشي انا هديك ال 100000 بس هاخد عليهم 10000، اسمهم ايه دول؟ فوائد. طب يا مستر احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا نعرف البنك خد نسبة الفايدة كام، اللي هي بسميها تكلفة الاقتراض. طب هنعرف ازاي؟ بقول له هنا تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على اصل القرض في 100. تاني الفايدة على اصل القرض في 100. هو انت ليه يا مستر هنا ضربت في 100؟ طبعا ضربت في 100 لان انا بقول لك انا عايز اعرف البنك هياخد نسبة، يبقى لازم التكلفة هنا تطلع نسبة مئوية. طيب الفايدة عندك هنا في المسألة اللي قدامنا دي، البنك هياخد فوائد 10000 واصل القرض كام؟ 100000 في 100، نعملها بالآلة تدينا 10%. دي كده ببساطة فكرة تكلفة القرض. طيب يبقى تكلفة القرض بتساوي الفايدة على أصل القرض في 100. طب يا مستر فيها فكرة تانية في الامتحان؟ فيها فكرة تانية، اللي هو ما يدلكش أصل القرض. يعني إيه؟
يعني في المساله ما يديلكش اصل القرض وانت اللي تجيبه. طب لو ما ادانيش اصل القرض هجيبه ازاي؟ نبص بقى في المساله اللي قدامنا دي، بتقول ايه المساله؟ بتقول اصدر احدى المشروعات عدد كام؟ عدد سندات 2000 سند. مشروع اصدر كام؟ 2000 سند. سعر السند 100 جنيه، والفائدة عندك، الفائدة عندك الموزعة 18,000 جنيه. دي المسألة اللي قدامي، أصدر إحدى المشروعات 2000 سند، سعر السند 100 جنيه، الفائدة الموزعة 18,000 جنيه. مطلوب منك إيه؟ أول حاجة عايز أصل القرض. أجيبه إزاي أصل القرض؟ طيب إحنا دلوقتي الشركة دي أو المشروع ده أصدر كام سند؟ 2000 سند. بيبيع السند بكام؟ ب100. يعني معنى كده، ايوه صح زي ما في دماغك كده، اضرب عدد السندات في القيمه الاسميه للسند. يعني ايه؟ هم كام سند؟ 2000 سند في السند سعره كام؟ 100. يبقى اضرب 2000 في 100 يديني 200,000 جنيه. اللي انا جبته ده ايه اسمه؟ ايه؟ برافو عليكم، اسمه اصل القرض. يبقى لو ما ادانيش اصل القرض في المساله اجيب اصل القرض ازاي؟ اقول عدد السندات في القيمه الاسميه للسند. طب هو هيديها لك؟ مديني، بيقول لي المشروع اصدر 2000 سند، سعر السند كام؟ برافو 100 جنيه. عشان اجيب اصل القرض بقول اصل القرض بيساوي عدد السندات في القيمه الاسميه. طب احنا جبت كده اصل القرض، ينفع اجيب بقى تكلفة الاقتراض؟ خلاص بقت سهلة. تكلفة الاقتراض انا سامع الناس بتقول اهي بتساوي ايه؟ الفائدة الموزعة اللي هي 18,000 على اصل القرض اللي احنا جبناه ازاي؟ ضربنا عدد السندات في القيمة الاسمية على 200,000، واوعى تنسى تضرب في المية، تضرب دي يديني 9%. يبقى اللي هنا التكلفة الاقتراض بتاعتي هنا هتبقى 9%. يبقى المسألة اللي قدامك كده ممكن يجيبها لك بطريقة سهلة، يقول لك إذا علمت أن أصل القرض، يعني هو مديك أصل القرض جاهز 200,000 والفائدة 18، هقول له تكلفة القرض 18 على 200. أما بقى لو ما ادانيش أصل القرض بجيبه إزاي؟ برافو، بضرب عدد السندات ده في القيمة الإسمية للسند. بس خلي بالك، وخلي بالك اوعى تغلطي، القانون اهو بيقول ايه؟ الفائدة على اصل القرض في 100، الفايدة على اصل القرض في 100 هيديك كام؟ 9%. فرضنا وده وارد جدا ان حد في الامتحان عكس القانون، يعني خلى القرض فوق والفايدة تحت، هيطلع لك معدل كبير جدا، يبقى تفهم ان انت شغال كده غلط. تاني الحتة دي، القانون عندي بيقول ايه؟ تكلفة الاقتراض بتساوي الفايدة على اصل القرض في 100، المعدل بقى بيطلع 9 12 11. لكن لو حد نسى وده وارد، عمل ايه بقى؟ عكس القانون، خلى فوق اصل القرض وتحت الفايدة، طبعا ده كده غلط. بس لو هو اشتغل كده هيبص يلاقي المعدل طلع كام؟ 1200 1000. لا، يبقى انت كده بتشتغل غلط. تاني، تكلفة الاقتراض بتساوي ايه؟ الفايدة على اصل القرض في 100. لو ما ادانيش اصل القرض بضرب عدد السندات، برافو عليكم، في سعرها. ودول الفكرتين اللي ممكن يجولي في تكلفة الاقتراض. تعال نبص بقى في المسألة اللي بعدها. فترة الاسترداد من المسائل المهمة جدا 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 في إدارة المشروعات، هي الفترة اللازمة لاسترداد تكاليف المشروع. تاني، فترة الاسترداد هي الفترة اللازمة لاسترداد تكاليف المشروع. يعني ايه؟ طبعا فترة الاسترداد ديت من المعايير، معايير انفاق الرأس مالي. احنا عندنا كذا معيار للانفاق الرأس مالي، عندنا فترة الاسترداد، عندنا تحليل التعادل، عندنا معدل العائد المتوسط. فترة الاسترداد، اما بقول فترة يبقى اقصد بها ايه؟ برافو عليكم، مدة زمنية. لما اقول فترة اقصد بها مدة زمنية. بفترة الاسترداد دي معناها ايه؟ هي الفترة اللازمة لاسترداد تكاليف المشروع. يعني ايه؟ يعني المدة اللي انا عايزها عشان استرد التكاليف الاصلية اللي انا دفعتها. يعني مثلا انا عملت مشروع والمشروع ده تكاليفه 100,000 جنيه،
تكاليفه كام؟ 100,000 جنيه. فتره الاسترداد هنا معناها ايه؟ الفتره اللازمه لاسترداد ال 100,000 جنيه. هجيبهم في قد ايه؟ هجيبهم في سنه، في سنتين، في ثلاثه، في اربعه. طبعا هنا احنا ما بنقولش المعيار ده معيار احسن او اقل جوده، لا، احنا بنشتغل بيه. طبعا ده طريقه من طرق حساب معايير الانفاق الراسمالي، لكن كل طريقه حسب المشروع اللي انت بتعمله. طيب قبل ما نقول فتره الاسترداد، افكرك وافكرك بحاجه. في حاجه عندنا مهمه جدا اسمها عناصر المشروع، عشان فتره الاسترداد ما تنفعش لما نكون عارفين عناصر المشروع. عندنا عناصر المشروع، اي مشروع ليه تلات عناصر. تاني، المشروع ليه تلات عناصر، ايه هما؟ اول حاجه، حاجه اسمها التكاليف. المشروع ليه تلات عناصر، اول حاجه التكاليف، تاني حاجه الايرادات، تالت حاجه الفتره الزمنيه او عمر المشروع. تاني، عناصر المشروع تنقسم الى تكاليف، ايرادات، وعمر المشروع. لكن التكاليف لها اسم والتدفقات لها اسم، لازم ابقى عارفهم طبعا، وهقول لك ليه دلوقتي. التكاليف تسمى تدفقات نقديه خارجه. تاني، التكاليف تسمى ايه؟ تدفقات نقديه خارجه. اما الايرادات تسمى تدفقات نقديه داخله. يبقى الحاجه اللي انا هطلعها، الفلوس اللي هدفعها الاول في المشروع، اسمها تكاليف، تسمى تدفقات نقديه خارجه. الايراد او التدفقات اللي جايه لي بقى تدفقات نقديه داخله، اللي هي الايرادات. والعنصر الثالث هو عمر المشروع. يبقى عناصر المشروع كم عنصر؟ برافو عليكم، تكاليف وتسمى تدفقات نقديه خارجه، ايرادات وتسمى تدفقات نقديه داخله، وعمر المشروع. احنا بنقول بقى فتره الاسترداد، ايه هي فتره الاسترداد؟ بنقول هي الفتره اللازمه لاسترداد تكاليف المشروع. برضو يعني ايه؟ يعني دي المده اللي انا هسترد بيها فلوسي. ممكن تكون المده دي سنه، سنتين، ثلاثه. طبعا اشوف بقى المشروع بتاعي يسترد تكاليفه امتى. طيب شكل المساله بيجي ازاي؟ هل ليها شكل واحد ولا كذا شكل؟ لا، الحقيقه مساله فتره الاسترداد ليها اكتر من شكل، لكن مش ده المهم. المهم ان انا ابقى عارف فيها ثلاث معلومات. ايه هم الثلاث معلومات؟ تعال نشوف مع بعض الثلاث معلومات اللي انا لازم ابقى عارفهم وانا بحل فتره الاسترداد. لازم ابقى عارف حاجه اسمها التكاليف. لازم في فتره الاسترداد ابقى عارف التكاليف، ولازم ابقى عارف الايرادات، ولازم ابقى عارف عمر المشروع. ليه؟ لان هم دول اللي هحل عليهم. طب التكاليف احنا قلنا تسمى ايه؟ برافو عليكم، تدفقات نقديه خارجه. يبقى التكاليف تسمى ايه؟ تدفقات نقديه خارجه. اما الايرادات تسمى تدفقات نقديه داخله. عمر المشروع دي الفتره الزمنيه. طيب هو فتره الاسترداد دي ممكن تجي لي ازاي؟ ممكن تجي لي مسألة لفظية. يعني ايه لفظية؟ يعني يقول لي مثلا مثال زي اللي انا هقوله ده، اذا علمت ان الاستثمار المبدئي لاحدى المشروعات، تكاليف بتاعتي يعني التكاليف عندك 100,000 جنيه، مشروع تكاليفه كام؟ 100,000 جنيه، وعمر المشروع 4 سنوات، وبلغ مجموع تدفقاته اللي هو الايرادات، مجموع التدفقات الداخلة اللي هي الإيرادات 200,000 جنيه. مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا فترة الاسترداد. عايز أعرف أسترد دول إمتى؟ اللي هم التكاليف دول. طب بحسبها إزاي؟ بحسبها بخطوتين. طول ما في المسألة التلاتة دول عندي مفيش أدنى مشكلة. أول خطوة بجيب حاجة اسمها متوسط التدفقات. يعني إيه يا مستر متوسط التدفقات؟ تدفقات الدخله هنا كام؟ 200، تمام؟ هيخشوا لك على 4 سنين. عايز اعرف السنه تبقى داخل لي كام؟ يعني اعمل ايه؟ برافو عليكم، اقسم ال 200,000 على كام؟ على 4. يبقى هيخش لك كام؟ 200 على 4 يعني هيخش لك 50,000 جنيه في السنه الواحده.
يبقى متوسط التدفقات جبناه منين؟ من غير حفظ قوانين. انت بيخش لك 200,000 جنيه هيخشوا على كام سنه؟ على 4. عايز اعرف السنه الواحده بكام؟ ما هو متوسط، اي متوسط في الدنيا بيساوي المجموع على العدد. المجموع عندك التدفقات 200 والعدد عندك 4 اللي هو الايراد على عمر المشروع. الايراد عندك 200 على 4 اداك 50,000 جنيه، تمام؟ يبقى انا كده جبت متوسط السنه الواحده، يعني السنه الواحده هيخش لي 50. محتاج كام سنه بقى عشان ارجع التكاليف دول؟ هقول له فتره الاسترداد بتساوي التكاليف بتاعتك اللي هي كام؟ ال 100,000 على متوسط التدفقات اللي انت جبته اللي هم ال 50,000 هتساوي 2 سنه. معناها ايه 2 سنه دي؟ هسترد تكاليفي في سنتين. يعني عمر المشروع كام؟ 4 سنوات. هسترد التكاليف في كام؟ في سنتين. يبقى السنتين التانيين بتوع دول هيبقوا الربح بتاعي. يبقى فتره الاسترداد هي الفتره اللازمه لاسترداد تكاليف المشروع. بجيبها بخطوتين. اول خطوه متوسط التدفقات بيساوي التدفقات الداخله او الايرادات على عمر المشروع. الخطوه الثانيه اللي هي فتره الاسترداد بتساوي التكاليف او ساعات بيسمى التكاليف دي استثمار مبدئي. يبقى الاستثمار المبدئي على المتوسط اللي احنا جبناه هيديني فتره الاسترداد. دي بالطريقه الكلاسيكيه العاديه جدا، لكن هل ليها فكره ثانيه؟ النهارده احنا معانا مساله مهمه جدا في فتره الاسترداد. تعال نبص كده على فكره المساله عايز ايه. بيقول لي اذا كانت التكاليف الاستثماريه لمشروع معين هي 72,000 جنيه. تكاليف استثماريه يقصد بها الاستثمار المبدئي، التكاليف 72 وعمر الانتاجي 5 سنوات ومجموع تدفقاته كالاتي. السنه الاولى طبعا هنا جايب لك مجموع التدفقات داخله على 5 فترات، السنه الاولى داخل 16,000، السنه الثانيه مجهوله، الثالثه 23,000، الرابعه 12,000، الخمسة مجهولة. مجموع التدفقات 120,000. ايه ده يا مستر؟ 2 مجهولين اجيبهم ازاي دول؟ ده صعبين جدا. مفيش حاجة صعبة ان شاء الله، هنشرح لك دلوقتي تجيب الاتنين دول ازاي. بس قبل ما نشرح هنسأل سؤال. انا قلت في الاول عشان احل فترة الاسترداد ديت محتاج كام حاجة؟ برافو عليكم. محتاج ايرادات، محتاج تكاليف، محتاج عمر المشروع. هل الحاجات دي او البيانات دي متوفرة في المسألة عندي؟ اذا المجهول ده مش هيأثر على الحل بتاعي، لان المجهول ده انا احل وبعد كده اجيب المجهول. يعني انا كده احط معطياتي. تكاليف المشروع عندك اللي هو مديها لك 72,000 جنيه، تمام كده التكاليف عندك. عمر المشروع عندك 5 سنوات، تمام. الايرادات او التدفقات الداخله 120,000 جنيه. كده الثلاثة عندي هعرف أحل؟ هعرف أحل كده. تاني التكاليف 72، عمر المشروع 5، الإيرادات 120. أجيب أول خطوة. أول خطوة المستر قال لنا إيه؟ أجيب حاجة اسمها المتوسط. متوسط التدفقات، برافو عليكم، بيساوي إيه؟ داخل لك 120,000 جنيه، داخلين على كام سنة؟ على 5 سنين. طيب لما يخش لك 120,000 جنيه اللي هم الايرادات على ال5 سنين، يبقى السنه الواحده داخل لك كام؟ 24,000 جنيه. يبقى المتوسط في السنه الواحده كام؟ 24,000 جنيه. اقدر اجيب فتره الاسترداد؟ اجيبها. هقول له فتره الاسترداد بتساوي التكاليف بتاعتك اللي هي 72,000 جنيه اهم على المتوسط اللي جبناه ال 24,000 هتساوي 3 سنوات. بس خلي بالك بقى هنا فتره الاسترداد كام؟ 3 سنوات. معناه ايه؟ ان انا هسترد التكاليف بتاعتي كام؟ في خلال 3 سنين. طيب كده انا جبت فتره الاسترداد. طب هو طالب ايه تاني غير فترة الاسترداد؟ لا ده طالب ايه؟ ده جايب عندك تدفقين ناقصين. ازاي؟ جايب لك التدفقات بالشكل ده وقايل لك ان المجموع 120,000 وقايل ان تدفقات السنة الاولى 16,000 ودي جايبها لك مجهولة
والتانية 23,000. وعندك الأولى 16,000 والتانية جايبها مجهولة والتالتة 23 والرابعة عندنا 12,000 والخمسة كمان مجهولة. أجيب اتنين مجهولين إزاي؟ ببساطة جدا، احنا جبنا فترة الاسترداد كام؟ 3 سنوات. خليك فاكر جبناها 3 سنوات، واحنا قلنا تعريف فترة الاسترداد يعني ايه؟ فترة الاسترداد هي الفترة اللازمة لاسترداد تكاليف المشروع، تمام؟ كم جبناها؟ 3 سنوات، يعني سنة، 2، 3 اهم. يعني التلاتة دول فترة استردادي اللي بستردي بقى الايه؟ التكاليف اللي هي كم في المسألة؟ برافو عليكم، اللي هي 72,000 جنيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني المفروض مجموع السنة الأولى والتانية والتالتة يطلع كام؟ 72,000 جنيه. طب ليه؟ لأن احنا لما جبنا فترة الاسترداد تعرفها ايه؟ هي الفترة اللازمة لاسترداد التكاليف، وانت جبتها في كام سنة؟ في 3 سنين. ادي السنة الأولى، التانية، التالتة، يبقى المفروض دول يساوي مجموع التكاليف. عندك الأولى 16 والتانية مجهولة والتالتة 23، هل أقدر أجيب ديت؟ اه. هقول هنا تدفقات السنة الثانية بتساوي، وأقول له 72,000 جنيه اللي هي التكاليف ناقص، وافتح القوس بتاعي واجمع 16,000 زائد 23,000. طبعا هنا لما بجمع انا الكلام ده هيديك ايه؟ تدفقات السنة التانية اللي هتساوي 33,000 جنيه. يبقى انا كده جبت تدفقات السنة التانية. تاني هعيدها تاني لانها مهمة، احنا جبنا فترة الاسترداد الاول في خلال 3 سنوات. اهم حاجة تبقى حافظ التعريف. التعريف بيقول ايه؟ فترة الاسترداد هي الفترة اللازمة لاسترداد تكاليف المشروع. طب تكاليف المشروع كام؟ تكاليف المشروع عندك 72,000 جنيه اهم، هتجيبهم في قد ايه؟ في 3 سنوات. فين هنا ال3 سنوات؟ 1، 2، 3، دي مجهولة، بس عندك دي وعندك دي. اجمع الاتنين واطرحهم. بتتعمل ازاي بقى؟ بقول تدفقات السنة التانية، بحط التكاليف ايه كلها، ناقص واجمع بقى السنة الاولى والتالتة، هيديني 33. يبقى انا كده جبت تدفقات السنة التانية. هل بقى ينفع اجيب تدفقات السنة الاخيرة؟ طبعا. ليه؟ بقى عندك كل التدفقات موجودة ما عدا السنة الاخيرة، وانت عندك اساسا مجموعهم، مجموع التدفقات كله 120,000 جنيه. هقول بقى ازاي؟ هقوم عامل كده، اقول تدفقات السنة الخمسة بتساوي، واكتب له 120,000، واقول له هنا ناقص، وافتح القوس بتاعي واجمع كل التدفقات اللي هي، برافو الناس فاكرة، 16 زائد 33 اللي احنا جبناها زائد 23,000 اللي موجودة في المسألة زائد 12، يديني 36,000 جنيه. وكده تبقى دي تدفقات السنة الخامسة. يبقى انا كده اقدر لو عندي مجهولين يبقى مفيش اي مشكلة، حتى لو في مجهولين في التدفقات اقدر اجيبهم. هجيبهم ازاي؟ طيب هنقول الخطوات الحل كده بالترتيب. اول حاجة بجيب له فترة الاسترداد، بجيبها ازاي؟ عن طريق خطوتين. الخطوة الاولى بجيب حاجة اسمها متوسط التدفقات، بيساوي ايه؟ اي متوسط بيساوي المجموع على العدد. المجموع عندي هنا اسمه التدفقات الداخلة، الإيرادات على عمر المشروع، هيديني المتوسط. بعد كده بقول له فترة الاسترداد بتساوي التكاليف، ودي موجودة عندك في المسألة، على المتوسط اللي احنا جبناه، هيدينا فترة الاسترداد. ادانا في المسألة بتاعتنا 3 سنوات. لازم ابقى فاهم، مش حافظ، لو انا حافظ مش عارف احل. ابقى فاهم ايه؟ ابقى فاهم ان فترة الاسترداد دي عبارة عن الفترة اللازمة لاسترداد التكاليف. طب لما انا اجيبها 3 سنين، يبقى انا كده محتاج 3 سنين عشان استرد التكاليف بتاعتي. ابص بقى في الجدول بتاعي، السنة الاولى، التانية، التالتة، فيهم واحدة مجهولة، اجمع الاتنين واطرحهم من التكاليف بتاعتي. طبعا لو في الاخيرة مجهولة بجمع كل التدفقات واطرحهم من المجموع الكلي للتدفقات النقدية. مسألة مهمة جدا جدا جدا. في نقطة كمان هنا، هل فترة الاسترداد دي ليها عيوب؟ عيوب فترة الاسترداد 2. العيوب بتاعتها هي طريقة بتحسب بيها تسترد فلوسك امتى؟
في سنتين في ثلاثة في أربعة، وبناء عليه بتقرر إذا كنت تعمل المشروع أو ما تعملش المشروع. لكن إحنا بنقول إيه؟ عيوب فترة الاسترداد. إحنا بنعرف هنجيب الفلوس في مدة زمنية معينة، لكن عندنا فترة الاسترداد ليها اتنين من العيوب مهمين جدا. أول عيب إهمال المكاسب الأخرى. يعني إيه المكاسب الأخرى؟ يعني أنا ببقى تركيزي كله هرجع فلوسي في خلال قد إيه؟ لكن هي الموضوع هنا في ناس تاني تقول لك لا أنا مش مهم أرجع فلوسي في خلال قد إيه؟ أنا المهم مثلا أعمل لنفسي اسم شهرة. فترة الاسترداد بتهمل الكلام ده، ملهاش دعوة بالمكاسب الأخرى. كمان من ضمن العيب في فترة الاسترداد إهمال القيمة الزمنية للنقود. يعني إيه إهمال القيمة الزمنية للنقود؟ يعني هي بتجيب فلوس في سنتين، بس يعني بعد السنتين دول هل الفلوس لما أجيبها القيمة الشرائية بتاعتها تزيد ولا تقل؟ يبقى عندنا عيبين، إهمال القيمة الزمنية وإهمال المكاسب الأخرى. طيب إذا كانت التكاليف الثابتة، المسألة اللي بعد كده، 50,000 جنيه والتكلفة المتغيرة للوحدة 7 جنيه وسعر بيع الوحدة 12 جنيه، فإن نقطة التعادل بالكمية تكون. نقطة التعادل احنا عندنا قانون بيقول نقطة التعادل بالكمية هيساوي. يبقى انا دلوقتي هقول لك وهكتب لك دلوقتي واشرح لك نقطة التعادل بالكمية بتساوي ايه. بتساوي التكاليف اللي عندك اللي هو يديها لك في المسألة، اجمالي التكاليف على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. والبيانات دي موجودة في المسألة كلها. اجمالي التكاليف عندك 50,000 وسعر بيع الوحدة 12 جنيه والتكلفة المتغيرة للوحدة 7 جنيه. طبعا لما اعملها بالآلة الحاسبة بتاعتي هتطلع 10,000 وحدة. اهم حاجة خلي بالك طالما بتكلم على نقطة التعادل بالكمية لازم التمييز يبقى وحدة. تاني لان المسألة دي مهمة وممكن يجي لك اكتر من مجهول فيها. ممكن يجي ده مش سعر البيع مش موجود، تكلفة المتغيرة مش موجودة، بيجوا ازاي؟ ده اللي هنحاول نوضحه لك. طيب يبقى المسألة عندي هنا، القانون عندك اجمالي التكاليف بيساوي على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة يديك كمية التعادل. طب لو انا قلت لك المسألة ديت اذا كانت التكاليف بتساوي 50,000 والتكلفة المتغيرة مجهولة وعندك سعر البيع 12 جنيه وكمية التعادل 10,000 وحدة، هنحلها ازاي؟ تمام، احنا المسألة ديت هنسيبها كده، واللي هيحلها معانا في الحلقة الجاية بإذن الله إن شاء الله بنوعده إن احنا يبعت لنا الحل واحنا هننزل الصورة بتاعته والمدرسة بتاعته لو وصلت الحل المسألة دي. تكاليف 50,000، سعر البيع 12، تكلفة المتغيرة مجهولة وكمية التعادل 10,000 وحدة. اللي يقدر يوصل لفكرة الحل هنا يبعت لنا ويتواصل معانا. النهاردة احنا رجعنا جزء كبير من المسائل، ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من النهاردة ان شاء الله. تاني حل المسألة اللي احنا سبناها في الاخر ديت، بعت لنا على القناة، بعت لنا على قناة اليوتيوب، لو انت حليتها وصلت للحل هنقول الحل صح. الحلقة الجاية بإذن الله هنكمل اللي احنا بدأناه، وارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا حاجة، وان شاء الله بإذن الله بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.